يقول بايدن بصريح العبارة إننا في وضع أقوى للفوز بتلك المنافسة الاقتصادية مع الصين في القرن 21. هل نعيش مشهدا جديدا من الصراع الاقتصادي بين بكين وواشنطن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي وليد ولطاقم الدولية من مشارف العاصمة، بالضبط من مدينة حمام ريغا، أين أشرف على تدريب خيرة نخبة مهندسين المناجم في الجزائر. نعم. أحييك مرة جديدة، ولأجيب على سؤالك أخي وليد، أريد أن أنبهك أن الصين لم تتلقى هذه نوع من العقوبات لأول مرة. تاريخ الصين حافل بمثل هذه الحروب الاقتصادية، وأنت وأنا درسنا في الجامعة وعرفنا مدى قساوة حروب الأفيون التي شنتها الإمبراطورية الإنجليزية آنذاك على الصين، لا لشيء آخر إلا لأن هناك عدم توازن في الميزان التجاري آنذاك بين المملكة المتحدة إنجلترا وبين الصين. إذن نجاح الصين التجاري هو سبب مشاكلها وسبب العقوبات وسبب الحروب الاقتصادية التي تشن عليها بأسباب ومسببات وبعقود مختلفة. إذن هذا نوع جديد بين قوسين، آنذاك كانت حروب الأفيون واليوم أصبحت حروب الإلكترون. أنا أرى أن الرئيس الأمريكي السيد بايدن يطبق حرفيا مقولة المفكر والناصح وصانع السياسات الاستراتيجية الأمريكية هنري كيسنجر حينما قال: إذا أردت أن تبقى في المركز الأول عليك أن تبقى المنافسين في المركز الأخير. Si vous voulez rester le premier ou demeurer le premier, faites en sorte qu'il reste que les concurrents restent les derniers. الولايات المتحدة إن لم تستطع أن تنافس الصين بالقوات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية فإنها ستنافسها بطرق أخرى، والطرق الحرب الاقتصادية لزوتي دو لا غير ايكونوميك يبدو لي أنهم لجأوا إليه في آخر مطار. الحرب التي تجري حاليا هي بوادر حرب كبرى، أولها حرب اقتصادية في نفس السياق الأستاذ سلام جلول، هل هناك تخوف أمريكي من العملاق الصيني بإزاحته من المرتبة الأولى كأكبر اقتصاد في العالم؟ ليس تخوف، هو حقيقة واقعة ولا مفر منها. هناك تحليلات عالمية جو اقتصادية تقول أنه لا مفر من صعود الصين إلى المرتبة الأولى. أخي، ربما كثير من المواطنين عندنا لا يدري أن الصين مدى حياتها أو مدى وجودها دائما كانت قوة عظمى. الصين ضيعت فرصة الثورة الصناعية، بالضبط ضيعت منعرس صناعة المحرك البخاري وكتب عليها التأخير تقريبا ب200 سنة. هذا كان سبب تأخر الصين. أما فيما مضى فالصين دائما ما كانت قوة تجارية كبرى، إلا أن الصين مع الصينيين أو الصينيون معروفون خصوصا بلباقاتهم في التجارة وقلة حيالهم في الحروب، ولهذا كثيرا ما وقعوا تحت نيل من هو أقوى منهم عسكريا عندما كان ينافسهم اقتصاديا. هنا للذكرى الحروب بين الصين واليابان، الحروب بين الصين وانجلترا، وحاليا الحروب حاليا تأخذ مجرى اقتصادي، لكن أنا أتوقع أنها في سنوات قريبة ستتحول إلى وطيس حرب حقيقية، حروب الصين والولايات المتحدة. إذن الصين جلبت لنفسها غيرة وبين قوسين حسد من الولايات المتحدة، ليس باللغة الفقهية ولكن باللغة الاستراتيجية. كيسنجر درب الإدارة الأمريكية أن لا تقبل أحد معها في المرتبة الأولى، حتى وإن اضطرت أن تشن حروب اقتصادية طاحنة. لن تقبل أحد معها في المرتبة الأولى، في نفس السياق الأستاذ سلامة جلول، إذن رسوم جمركية وكذلك عقوبات وتعريفات جمركية كبيرة تجاوزت 100% على الموصلات وأشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والبطاريات، ألا تعتقد أن الإجراءات الأمريكية سيكون لها رد فعل كبير من الطرف الصيني؟
أخي وليد، كنا في حصة سابقة أنا وأنت من منبرك الكريم هذا، وقلنا أن البيوت الأوروبية غزتها الصين في حدود 70% من محتويات البيوت الأوروبية، وهي تقريبا بنصف النسبة تحتل ما يوجد لدى الأمريكيين في بيوتهم. إذن تخوف الأمريكي في نظري أنا إن كنت أمريكيا فهو في محله، تخوف حقيقي. صعود الصين ليس بالشيء الهين، صعود الصين في لغة الاقتصاد يعني زحزحة الشركات الأمريكية من أماكنها ومن أسواقها والسيطرة على المستهلك الأمريكي في بيته. إذن خطر كبير على الولايات المتحدة. أكاد أقول أن بايدن أفاق من سباته لكن متأخرا، وليس فقط بايدن، كل الأمريكيين أكاد أقول وأجزم أنه تأخر قطار عنهم. الصين صعدت ولن ترجع إلى الوراء. أما أن تشن عليها حرب كما قلت لك، كما شن انجلترا حرب الافيون، امريكا تشن حرب الالكترون وهي واضحه، حرب المكثفات الكهربائيه دونك لا غير دي سيمي كونديكتور، وحرب البطاريات الكهربائيه لا لشيء، الا ان الصين اصبحت المصدر الاول للبطاريات الكهربائيه واكاد ازم للسيارات الكهربائيه في العالم. تخوف كبير للولايات المتحده أن يفوتها قطار الالتحاق بالصين. نعم، تخوف كبير على حسب تعبير الأمريكيين أنه تخوف مشروع حسب تصريحات المسؤولين. هناك كذلك العديد من المجالات التي اجتاحتها الصين ويتخوف الأمريكيون من ذلك، مجال الفولاذ كذلك في السنوات الأخيرة. يتحدث بايدن أمس عشية أمس في تصريحه أن حتى الفولاذ لم يسلم من المنافسة الصينية بوجود فولاذ أرخص، فولاذ صيني في السوق الأمريكية. ألا تعتقد أننا اليوم سنصل إلى نقطة أن هناك فائض في المنتوجات أو السلع والبضائع الصينية ستجتاح كامل العالم وليس الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبا وحدها فقط؟ لو كنت مكانك أخي وليد لما قلت ستجتاح، وقلت اجتاحت خلاص. الآن التخوف أستاذ سلام الجلول في قطاعات بعينها، ندرك أهمية البضائع والسلع الصينية في الأسواق الأوروبية وفي الأسواق الأمريكية. عندما نتحدث عن الفائض، هناك مسألة إدارة الفائض للسلع والبضائع الصينية داخل الأسواق الأمريكية وداخل الأسواق الأوروبية كذلك. هناك معادلة أن تهيمن على تلك البضائع والسلع الصينية على ربما أسواق كانت أسواق تقليدية في صالح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما أقصد من السؤال أستاذ سلام الجلول. شو أخي والي، نفسر بميكانيزمات الاقتصاد حتى نفهم ماذا يجري بين الصين والولايات المتحدة. يجب أن نراعي ماذا يحدث في السوق الداخلية الصينية حتى نفهم ماذا يقع بالنسبة للسوق الخارجية. السوق الداخلية الصينية تعاني من تراجع الاستهلاك المحلي. الأزمة في لو سيكتور ايموبيليي دونك لا كريز دو سيكتور ايموبيليي دونك في العقارات الصينية ولدت فائض من لم يستهلك، وبالتالي أصبح فائض في صناعة الفولاذ بالنسبة للسوق الصينية، وولدت فائض سكولابيل فائض نقدي دونك ان اكسي دو ليبارن دو ميناج شينوا، وبالتالي ليس هناك حل للصين كدولة كمجموعة اقتصادية كبرى إلا أن تكثف من صادراتها. إذا الصين مضطرة لترفع الصادرات لكي تنفس عن نفسها أزمة عدم الاستهلاك المحلي الداخلي منذ الكوفيد، وفي المقابل الولايات المتحدة وأوروبا عموما تتلقى السلع بكثافة وبأسعار أقل مما قد هي تحاول أن تنافس، وبالتالي هناك إشكال كبير. الصين تعاني من الداخل لقلة الاستهلاك الفغولوس لا كونسوماسيون يرى دي ديفيكولتي دو كونفانك لي ميناج، من جهة أخرى
الولايات المتحدة وأوروبا لن تستطيع أن تنافس الشركات الصينية، ولهذا وتتلقى سلاح أكثر وأكثر وأسعار أقل وأقل. ولهذا ترى أن مثلا بايدن يقول أن المنافسة غير عادلة، ويقول أن الحكومة الصينية تقوم بتمويل شركات التصدير. بايدن محق في هذا الكلام، بايدن ليس محق في شن حرب اقتصادية، ويعني كي نقولوا بالدارجة الجزائرية كي اللعبة ما تساعدش يغير قواعد اللعبة. قواعد اللعبة عالمية لليبريشانجيز، يعني التبادل الحر والعمل بإجراءات المنظمة الدولية للتجارة، وبالتالي لا يجب تغيير القواعد على المزاج. هذا ما يعاب على الأمريكيين. أما أن لهم حق في أنهم يدافعوا عن اقتصادهم، طبعا لهم الحق في ذلك، نحن لم نقل عكس ذلك. والصينيين يعيشون أزمة داخلية أخي وليد، يعني اكسي دو برودكسيون باسكو يا موان دو كونسوماسيون، لا ماشين ايكونوميك شينواز انتيغوا. وهذا ما أقصده أستاذ سلام مجلول، وهذا ما كنت أقصده من السؤال، بما أن هناك فائض في الإنتاج، تدرك بعد جائحة كورونا كان هنا فائض كبير للإنتاج، للإنتاج الصيني والبحث عن أسواق جديدة. طريق الحرير ربما شكل الحافز للصين. اخي وليد سي اون دوبل ميكانيك، نعم فعلا، فعلا. الحكومه الصينيه لم تستطع اقناع المواطن الصيني او المستهلك الصيني على رفع الاستهلاك. هناك تراجع في حدود 30% مثلا في قطاع العقارات. اذا قطاع العقارات تراجع، هذا يعني استهلاك جميع المواد اللي تدخل في العقار تراجعت، وبالتالي هناك حتى انا ارى اننا مقدمون على ازمه في مواد البناء عن قرب قريب. هناك تراجع لسوق الاستهلاك للمواد البناء الصينيين، وهذا سيؤثر على السوق العالمية. أضيف إليك أخي وليد أن سوق العقارات وحده في الصين يشكل تقريبا ربع الناتج الخام الوطني. حذاري ما يقع في الصين هو أزمة سوف تصدر إلى باقي دول العالم. لا أرى أي دولة ستكون بمنأى عن أزمة داخلية لاستهلاك الصيني. الأستاذ سلام جلول الخبير الاقتصادي كنت معنا في أخبار المال، شكرا جزيلا لك.